أخ الرفيق سينابيل، سينابيل الله يرحمه ويهديه. بلادنا اليوم محتاجة أفكار جديدة وعقلية جديدة. هاد العقلية الكلاسيكية ديال القدام وهاد الطريقة ديال المعارضة اللي هي كتحب تخبع بشي حاجة باش تعطيها للمواطن وتبقى مخبعة موراه، أصبحت متجاوزة هاد اللغة هادي. اليوم الله يرحمه ويهديه خصنا نعترفوا. أنا كنت بلاصتك نعتذر للمغاربة، نقول لهم أخوتي كان عندي قطاع الشغل، كان عندي قطاع الصحة، كان عندي سياسة المدينة والإسكان، وكان عندي القطاع ديال الماء. فشلت فيهم بأربعة، ونقول لكم اسمحوا لي أخوتي أنا ما توفقت حتى في واحدة من هادو ومشي في حالي للأسف. سينابيل الله يجزيك بخير، أنا كأحترمك ولكن ملي شفتك كتكلم ديك اللغة الخشب مع المواطنين ما عجبنيش الحال. اسمح لي، لا يمكن السكوت على هذا الأمر، وإلا تشبر الطريق وتقول للناس أنا غلط وماشي هي هذه الحقيقة اللي كنقول لكم. الحقيقة هي اللي كيدير خنوج دابا. سيد غادي على القطار الصحيح، على الطريق الصحيح، نزل عند المواطن اللي هو مسكين محتاج واللي هو فقير وحل التفاته. أنا كنتلاقى مع الناس البادية قسما بالله، سيد تلاقي دوق قال لي شبه الحاج خاير نديروا البوطة 100 درهم يديروا لها، عاد قال لي 40 فرنك. عندي كل شيء في الدار، عندي الدجاج في الدار، البيض في الدار، الحليب في الدار، المعز في الدار، كل شيء عندي في الدار، الخضرة في الدار. كان خصني نخلص الدوم 100 درهم ونخلص البوطة وبس. أنا كنستغرب من الإخوان الرفاق ديال بن كيران، السيد بوانو غيره الإبراهيمي مع كل احترام، بن كيران كيقول شوف خصنا نزيدوا في الضاو، وزاد في الربط، في الربط زاد 100%. خصنا نزيد البوطة، خصنا نحيدوا المقاصة، خصنا نزيدوا في البوطة، خصنا نزيد فيها. لينا فرض دابا لو كان شي حزب آخر واش كان عايز في البوطة ولا ما يكونش؟ شي واحد منكم يقول لي لا، الظرفية تقتضي اليوم خص المواكبة. انتظارات المواطنين ماشي هي هذه، انتظارات المواطنين هي الصدق، يكون الصدق معهم وفي نفس الوقت ننزلوا بالمعقول، ما نبقاوش نتخبعوا. واحد كيقول انا سيدي حيت المقاصة على المازوت على ليسانس وطلقته بدون حاسب ولا راقب وتحملتي المسؤولية ديالك براسك، احنا كنأديو فيها الثمن. واليوم عاوتاني كتقول انا ديك البوطه وديك الضو وديك الغطا كنت بقيت خصني نحيد المقاصه، خصني نحيدها كامله كتقولها، ولا ما كنتش من نورمال ما كنتش عادي. هذا كلام ديال ستيفن كيران. واليوم عاود لي جوب هذه اللغه، نفس اللغه كيتكلموا بها. الله يرحم والديهم اللي دوا شي قطاع وفشل فيه وطاوها المواطنين الثقه ديالهم فشل فيه، خلوا هذه الحكومه يلاه عندها عامين ونصف ونحسبوها. دابا ملي شفتوا المؤشرات، ولا بن كيران اللي يقول اخوتي يقول لي هذا السيد اللي عجبها 1000 درهم صدق الطاعة 1000 درهم وطاع 1000 درهم وطاع 500 درهم وطاع 1500 درهم وطاع 3000 درهم وطاع 4000 درهم وطاع الترقية للناس ديال التعليم استثنائية اللي ما كانش عندهم فرصة باش يشاركوا فيها. واش عرفتوا واش كنهضر على 1000 درهم؟ 1000 درهم طاعة عامة. الباب الحوار الحوار اللي عمل مع النقابة أكثر أكبر تمثيلية وطاع الناس كلهم، و1500 الناس ديال التعليم و3000 درهم للناس ديال التعليم التعليم العالي. الى الطالب قال 2500 درهم، لا الحكومه طلبت 3000 درهم باش نزيد نصحح له، ربما راه غلط. 3000 درهم دور الناس التعليم العالي، والطبيب دا 4000 درهم، وباقي دابا التحفيزات من الطبيب بطريقه اخرى. اخوان انا القناعه ديالي قسم بالله امور غدا على حسن مهرم وغدا مزيان، رغم الظرفيه ورغم الصعوبه ورغم الاكراس ورغم الويلات اللي كاينه في العالم دابا الان كلشي يعاني. بلادنا السياسه الرشيده ديال سيدنا غدا مواكبه غدا مزيانه.